Oke Mas, kita mau sambung ayat ya juz 30. Juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qulu anu'minu kama amana as-sufaha. لا يعلمون السماء ولكن لا يعلمون إلا يقول الذين آمنوا فإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Oke, lanjut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. وصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. لانجوت يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لنجد وبش وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقهم وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okay. Selanjutnya. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wow. والله مخرج ما كنتم تكتمون. Oke, طيب. Selanjutnya kita juz 2. Ya, siap ya, juz 2 ya. Dua belum banyak-banyak. Oh ya, nggak apa-apa. Juz 2. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لنجد وكذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الذي كنت صلاة عليها إلا وصلاة لنعلم وما جعلنا القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Okay, good job. Selanjutnya, ini ayat 154. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiril sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. Oke, lanjut satu kali lagi. Ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Lagi سبب. pula
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغرفة إن فما أصبرهم على النار. Satu lagi, the ذلك ya betul. ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. Asalnya sih itu. Oke, lanjut. Ayat ke 181. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay, sadaqallahul azim. Senyum.